والسلام عليكم، مرحبا فيكم في خدمة ابن العيد من أول كلمة صح؟ في حلقة سيتي سكاي لاين المدن الخضراء. طبعا الحين بسوي شيء اللي كنت أتريانه، كنت أقول لكم كم مرة تريات تريات المينا 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 المينا، لو سمحت المينا أخ مجبور، يعني كنت في المنطقة هاي، يعني لو ما فتحت المنطقة هاي عادي ما يكون عندي خط صح؟ تري المينا من فترة، والله تري المينا من فترة طيبة، انتو سامحوني لاني انا على وشك اهدمكم شي عند اي دونت كير، لاني انا ابغى احط المينا هني في نص المدينة، سامحوني يعني بس لازم تتعودون على الوضع، يعني خلاص لازم تعرفون ان المدينة تستهلك ناس، ناس يبالها وقت، وحطيت اشارتين مع بعض، ابى ناس تين مدينة. شو هل يبي يكبر المدينة غصب؟ هاي أنا تسي بالطريقة هاي، مع إنك ممكن أسوي جزيرة حق المينا. لا لحظة أقولكم فكرة طيبة، بهدمك بهدمك خلاص، جت الفكرة خلاص، اهم شيء ما يقول لي نوت انف موني، هي المشكله الوحيده في حياتي، قال لي نوت انف موني بزعل. المينا هذا لازم لازم، المينا هذا مينا لابد منه، لابد من المينا، مينا طيب بعد يكون له شارع ودنيا، بمدله من الشارع الكبير، بزعل شوي ناس. انا اول ما جيت الحلقه زعلتهم سيدي، زعلانين اسف، لكن عندي امور، عندي شو اسمه، عندي ناس، عندي شعب، عندي هذا، يعني انتوا لا تزعلون يعني من كل شيء، ما يصير تزعلون من كل شيء اصلا، ما يصير، عيب الكلام، المفروض تقدرون يعني انا انسان متفاهم ومتساهل في معظم الأوقات، مش كل الأوقات يعني. سوي مكان المينا يا حبيبي، المينا تعال، والبليس اوريدي اكيبايت. شوف هذا مخرب علي الحين، هذا الفصعون هذا مخرب علي. اوكي لك اصلا ما احتاج اكثر، ونبه زين، انا بعد هاربر ما بس مدينة، بيستوي الشارع هذا شارع شاحنات، لا حط الشاحنات هني، ما بحط الشاحنات مع شو اسمه مع الناس، ما بحط الشاحنات مع الناس، لا المواني، المواني حلقة المواني، انا اسف لكن عادي، لان اصلا توفرت مساحة جديدة للبناء يعني، فخلاص اللي زعل مني برد موزع اراضي عليكم، بوزع شوية اراضي عليكم اساس ما تزعلون، يعني شيء ما تبنوا تحت الماي وتزعلون مني عقب، يبالنا شوي مكاتب، مينا نفس هذا بدون مكاتب ما يصير صح؟ ونبقى هني لان هني بتكون زحمة، انا متأكد ما صرت في الزحمة مليون، هذا الامتداد الجديد للمدينة بيكون، والامتداد الجديد راح يكون شارعين، في ناس زعلت ترى على فكرة، مشكلة يزعلون شوي كله ترى لمصلحتكم، يعني انا ما قاعد اسوي شيء يضر بمصلحتكم ابدا، اروم احط هني شيء يعني ولا شو، ما لهم اصلا، ما لهم اي شيء، ما لهم حق في اي شيء، انهم موصولين بالخط العالمي، المفروض انهم موصولين بالخط العالمي،
لأنه ما خلاني أحطيه أصلا إلا إذا توصلت في خط. فإذا الحين ما وصلوا راح أصبح غاضب. ما يصير أمنع ال الشاحنات من شيء. أمنع الشاحنات يختفون من مكان ولا شيء. كيف ما عندكم كل هال؟ عندي 33,000 نفر. شو اللي ناقصكم؟ سؤال. Highly educated. Building is flooding. What the hell? آسف. آه ها. بدأت توصل الناس. بدأت توصل الناس. بدأ الناس يوصلون. والله أنت أحس إنك ما قاعد تسوي شيء. يا إنك مظلوم بزيادة يا إنك. أوكي. في زحمة. شوفوا. في زحمة ناس. محتاجين موظفين. موظفين قاموا يجونكم من برا، من داخل، من كل مكان موجود. فلا قاعد تشرون. قاعد يسووا لي حشرة كل مرة. على الموظفين، نبو موظفين، نبو موظفين، نبو موظفين، نبو موظفين، نبو موظفين. ولكن نحن قاعدين نسوي لهم اصلا. وين صار؟ خلينا نسير نشوف قطارنا شو اخباره. قول شو اخبارك؟ اقول ما قعدت تجيب ناس. مسوي محطة هالكبر حق منو انا؟ هذا اوف 1400. حبيب والله. لا انت اوكي، انت ريال طيب. انت وين روحت؟ اذا في خط ثاني حقك، ليش ما تجي من هني وتروح؟ اهم شيء انك مرتاح. انت مرتاح بس خلاص امورك طيبه. والله استوى الزحمه هني على الكارغو. شوف الزحمه، شوفوا 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 الزحمه، شوفوا شوفوا الزحمه اللي هني. هذا الشارع بندقه بقريد. بقريد طيب بعد. على اساس نفتك شوي من الزحمه ويتوزعون. من يتوزعون خلاص ما بسوي لهم سالفه. مهني مو بخلص. نبي نروح على الشوارع الرئيسيه برايهم. شوفوا شوي خفت الزحمه. استوين وايد شوارع. لازم ياخذ يترن هنا اخر الدنيا يعني. هيا تستوي زحمه. اوكي لا ممتاز، لا ممتاز. دمير سبورتنج تمبر اندستري اللي في زراعه الشجر هني مستانسين. والعكس غير صحيح. اللي مش في الزراعة يقول انت تقص الشجر مالنا، انت ما اعرف شو انت شو انت وانت ستوبني 750. لا اوكي شغال، انا اسف شغال. المدينة حركية وايد والمشاريع فيها ناجحة. يعني دام المدينة حركية وفيها مشاريع وناجحة طبيعة الحال راح يكون فيها ناس تي، ناس تروح، ناس كذا، ناس مستانسة. بس بشوف هل المينا هذا لها استعمالات قوية ولا ما لها. استعمالات اللي قوية مطلوبة. هلا نشوف الحين سنراقب الوضع. لا الوضع شكله طيب الصراحة. الوضع شكله طيب من الآخر. الموني أحسه أصلا بشكل عام مشروع ناجح. يعني تسوي مينا ولا شيء يكون وايد ناجح. وايد اوكي يكون. وايد اوكي. الموانئ مشروع ناجح. شوفوا المينا هذا شغال. امية. المينا الصوب الثاني شوفوا يمرون تحت الجسر محلاها مية وشي. الموانئ الاكبر تقريبا نفس الحجم يشلونه. مش وايد.
بس عندي 10 سفن شغاله. 10 سفن زين ترى، زين 10 سفن زينه. يعني هذا بيسوي زحمه عقب ترى على فكره، المفروض ان هذا يسوي زحمه مع الوقت، بيسوي زحمه مش مفروض، بيون الناس كلهم لان الشارع هني مفترق يردون يروحون منه. بس انا ما اتوقع هني زحمه نفس الشارع هذا، ف عادي الشارع اكثر من كفايه. حتى ممكن تسوي اختصار، يعني حتى اللي جاي من الدرب هذا ما يبي يوقف الزحمه هناك، لان الزحمه هاي مختصه الحين استوت في منو، في المينا بس. يعني بس اللي عنده شغله هني مفروض يلف اللفه هاي، والزحمه تستوي الشارع هذا بس، المفروض ما يسوون الزحمه. شوف الناس يقولون وي ار كاتنج داون تريز، شو قلت لكم؟ شو قلت لكم؟ في ناس تحت الشر، في ناس مستانسه، في ناس غير مستانسه. يعني سبحان الله، amazing vacation، see you next year، very nice. الحين يمكن ركز شوي على السياحة عقبها ولا ما أعرف. الحين فتح لنا شيء ثاني أبغى أجربه، اللي هو المجاري النظيفة. قالوا ينظف 100% من الاحتياط، يعني هذا 100% ماي نظيفة تطلع. أنا حتى لو أحطيه في الوسط هنا وما يسوي لي أي مشاكل، المفروض أحطيه عند الماي مرة خلاص. الديسبوزر ماله نظيف، ديسبوزر ماله نظيف، يعني خلاص. شوف إيكو ووتر تريتمنت، أ باورفل ووتر تريتمنت ذات ليتس موست بيور ووتر، أولموست بيور ووتر، نيدز أ بايب كونكشن إلكتريستي. أوكي خلاص، هذا المفروض يكون بيور ووتر. كان في مد حلو من تحت الارض ننزل نطلع مي، فاذا استوت عندنا مشاكل في المي راح استعمل مد ولا اثنين اني انا اطلع المي، لان بستفيد من المساحه. لان الحين السيوج هذا مشكله الصراحه، فيمكن اسوي منطقه سيوج هني. افكر، مش متاكد، انا افكر حاليا، افكر ان احنا فتحنا الهاي واي خلينا نستفيد منه. هاي واي وذ ساوند بارير، نوصل الهاي واي من هني لين، لا مش على الشاحنات دايركت، لا نوصل الهاي واي من هني لين وين، هني تكون طلعة سموث شوية، طلعة ناعمة ما تكون الطلعة خايسة. ولا الهاي واي اي، لا اوكي اوكي، الناس تبغى تدخل واللي يطلعون يقدرون يطلعون من هني، بس هني بسوي زحمة. انا ما بسوي زحمه في المكان، فخلنا نوقف شوي، خلنا نوقف، نوقف الهاي واي هذا زين، نسوي المس دوار صغير. لحظه، الوضع يبغى شوية ترتيب، ما ينفع الطريقة هاي. طلعة هني، طلعة على الخط هني، طلعة على الخط هني، طلعة الخط، لا على الخط وهني. مش 100% دوار لكن جيد جدا، أنا أشوفه جيد جدا، اللي هو نقدر احنا ندخل الناس ونطلعهم عليه. دوار ممتاز، بس نعكس على اساس الناس تقدر تمشي فيه. لحظة انزين، ونسوي من هالخط هذا هاي واي. خلاص من يدخلون الهاي واي ابا يكون هاي واي مرة، يدخلون هني الهاي واي ويطلعون من هني لين منو الهاي واي نفسه. كان الله غفورا شو رحيما. خلنا نسوي لهم ابجريد وساوند بارير. لحظه، لان الهاي واي هم من يطلعون من المنطقه نفسها خلاص يسرعون يروحون، ما بتشوفهم. والدوار زين يخليهم ما يوقفون، الناس طالع طالع داشه داشه، خلاص مع السلامه. هني يوقفون خلاص على المدينه، بس من يدخل الهاي واي ما بيوقف لين يوصل المدينه، وهو طالع من المدينه. هذا بديل للهاي واي هذا، يعني
بس ترى هذه مد خطين هاي واي، يعني نحن اذا نبغى نمد خطين هاي واي شوي شغلانه شوي مش وايد يبغى له شغل. تذكرون يمكن من السلسله الماضيه ولا ما اذكرون السلسله الماضيه بنسوي عقب نحن شيء، يمكن اسوي جسر بديل هنا اصلا لهذا كله بكبره اصلا احلى جسر اللي تحته دوار يكون وتمدون منه خطوط، ممكن اسوي اذا تبون بعدين عادي. هدوا اللي تحت وركمت تحت واصلا مسوينا يعني نحن قبل، بس هذا زين بيوفر لنا زحمه جديده للمدينه عن طريق بديل، لان الحين هذا بيبدا يستوي الزحمه شوفوا فيستوي لنا الطريق بديل حلو ان الناس تقدر تطلع وتدخل منها. هذا كان بخصوص الحلقه بخصوص المواني، بخصوص المواني كانت هاي الحلقه، واتمنى الحلقه عجبتكم. خلينا نحط شرطه ثانيه، خلينا نفتك من موضوع الجرايم. انزين ونشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله. لا تنسون لايك سبسكرايب للقناه مثل ما تحبون القناه، ترى القناه تحبكم. تشكركم على المتابعه وشكركم، شكرا لكم، شكرا وشكرا لكم. ان شاء الله نتلاقى في حلقه قادمه.